للمرة الخامسة يستهدف الجيش الإسرائيلي مدرسة الجعوني في مخيم النصيرات، والتي تؤوي 5000 نازح من مناطق شمال ومن مناطق جنوب قطاع غزة. الاستهداف الأول والثاني داخل مدرسة الجعوني كان في هذه المنطقة، والتي كانت موجود بداخلها كونتينر من الحديد للعائلات النازحة في هذه المدرسة. ثم الاستهداف الثالث كان لهذا المبنى، والاستهداف الرابع أيضا لمبنى داخل هذه المدرسة. أما هذا المكان الذي نشاهده الآن هو مكان الاستهداف الخامس لهذه المدرسة، والذي كان يوم أمس. وسقط في هذا الاستهداف 19 ضحية، منهم 6 من العاملين في النوروا، كانوا يتناولوا طعام الغذاء داخل مقر غرفة الإدارة في هذا المكان الذي تم تغطيته بسبب الدمار الكبير في هذه المنطقة. انفجر الصاروخ الأول، اخترق الطوابق الثلاثة العليا واستقر داخل غرفة الإدارة وانفجر، أدى إلى سقوط 19 ضحية في المكان. ثم سقط الصاروخ الثاني وأدى إلى انفجار أكبر، أما الصاروخ الثالث لم ينفجر وما زال حتى هذه اللحظة موجود داخل هذا المكان المغطى بالشوادر، والذي عملت على ذلك الأونروا من أجل إبعاد حجم الدمار عن العائلات الموجودة داخل هذه المدرسة حتى هذه اللحظة. والله بقينا قاعدين هنا، احنا اول شيء نازحين من غزة، وجينا على الأونروا قالوا يعني منطقة آمنة، وقاعدين احنا والأسرة والهذا متغدين، ما سمعنا الا حس ايش صواريخ نزلت، منهم الشباب الأونروا، وانا جنب المخزن قاعد، طلبوا منه صينية عشان بدهم يتغدوا، ما سمعنا الا حس الخبط، ولا عندنا عسكري ولا عندنا اي شيء، كلهم نازحين زي ما بتتفرج. يعني هذه المدرسة حتى هذه اللحظة حجم الدمار كبير في هذه المنطقة، ومع ذلك العائلات حتى هذه اللحظة موجودة في المدرسة، لم تغادر هذه الفصول وهذا المكان، جميعها عائلات نازحة من مناطق شمال ومن مناطق جنوب قطاع غزة. لا يوجد أي مكان آمن في المنطقة ولا في مخيم النصيرات، والضربات ما زالت حتى هذه اللحظة مكثفة من الدبابات ومن المدفعية الإسرائيلية في منطقة مخيم النصيرات تحديدا، في مناطق شمال منطقة مخيم النصيرات. مع العلم أن هذه الضربة هي 18 لمراكز الإيواء ومدارس الأونروا في منطقة مخيم النصيرات وسط قطاع غزة. أسامة الكحلوت لقناتي العربية والحدث من مدرسة الجعون في مخيم النصيرات.